طيب. تعالى بقى نتكلم لو احنا عايز اصمم القاعدة المشتركة تمام؟ والقاعدة المشتركة دي هحل بيها عمود الجار، مشكلة عمود الجار، وسمك الخرسانة العادية بتاعتي أكبر من 25 سم. احنا هنتكلم عن الفكرتين، لو هي بتحل لك مشكلة عمود الجار، ولو هي القاعدتين قاعدتين داخليين. طيب. الحالة الأولانية أهي. سمك الخرسانه العاديه اكبر من 25 سم فالطول اللي انا هحسبه هو هو طول خرسانه عاديه يعني انا الطول اللي انا حسبته دهوت طول خرسانه عاديه معنى الكلام ده هو ان الار بتاثر في سي جي العاديه طب تعالى يا باشمهندس اطرح الرفرفه علشان نجيب ابعاد المسلحه هعمل ايه؟ تعالى اطرح الرفرفه تعالى من هنا اطرح اكس او سي زي ما احنا عايزين نسميها سميها مش فارقه معانا سي طيب ايه اللي هيحصل لما اطرح رفرفه؟ هتلاقي ان السي جي بتاع القاعده المسلحه اطرح أنا الحمل نفسه او محصله العمودين بيأثر في سي جي العادي اما اطرح الرفرفه السي جي بتاع المسلحه هيطرح طيب يبقى دلوقتي انا عندي في اكسنتريست موجوده ما بين محصله الاحمال وما بين سي جي المسلح طب ده يؤدي لايه يؤدي ان القاعده هي تتصمم على ام وان مش على ان بس ده الاجهاد تحت القاعده مش هيبقى يونيفورم بالشكل دهوت ده بقى لا ده هيبقى اجهاد نون يونيفورم كده هوت هيبقى القاعده عليها ام وعليها ان طب هل انا ممكن اعمل حاجه تخليني ما الجاش ان انا اصمم القاعده ام وان ايه رايك يا باشمهندس اما اجي اطرح الرفرفه ما ترحش في الاتجاه الطولي يعني ايه مش هي الحمل بيأثر في سيجي العادية طب ما انا اخلي سيجي العادية هو نفسه سيجي المسلح ازاي أدى المسلح عملت انا ايه طرحت رفرفه في الاتجاه العرضي ماشي وليكن هنا 40 سم وجيت من الناحيه التانية طرحت ال 40 سم فانا كده كده محافظ على السي جي طب الاتجاه الطولي مش هطرح رفرفه هناخد الاثنين قد بعض فيفضل سجل العادية منطبق على سجل المسلحة وبالتالي في الحالة دهية أنا عندي يونيفورم ستريس دهوت مفيش أي مشاكل وراح أصمم زي ما أنا بصمم حد يا جماعة عنده مشكلة في الحتة دي؟ لا تمام طيب طب تعالى نصمم قاعده مشتركه لعمودين داخليين وسمك الخرسانه العاديه اكبر من 25 سم افترض معايا ان هي 50 سم وليكن هي 50 سم طيب هنروح نفرض جنب العمود الصغير محور واحد واحد وتبقى ده هي المسافه اكس اللي انا عاوز اجيبها ماشي هروح اجيب الاكس مفيش مشاكل هروح اجيب الطول بتاع العاديه بيساوي 2 اكس مفيش مشاكل يبقى انا جبت طول العاديه صح كده يبقى ده اهو ده طول العاديه ال بي سي طب تعالى نطرح رفرفه كده اطرح رفرفه هطرح رفرفه من هنا 50 سم مثلا ومن اهو 50 سم طيب في الحاله دهيت في الحاله دهيت انا كده كده برضه محافظ على السي جي هو السي جي اتغير ما انا اللي طرحته من هنا طرحته من الناحيه الثانيه واللي طرحته من فوق طرحته من تحت فكده كده السي جي العاديه هو نفسه السي جي المسلحه بس هي المشكله في ايه بقى ان انا خليت الخرسانه المسلحه على وش العمود بالظبط يعني بص انا عملت ايه على وش العمود بالظبط ده اللي انا عملته طب يا باشمهندس انا مش مضطر اعمل كده مش مضطر اعمل كده واروح احلها اكنها قاعده جار تاني طب ايه رايك يا باشمهندس اما افرض اما افرض الرفرفه من البدايه دهيت هيت افرضهاش 50 سم يعني ايه؟ يعني انا العمود الصغير اهو والعمود الكبير اهو تعالى من اهو هفرض ده هي كام؟ 50 سم زائد تي بلين كونكريت او او يعني عشان ما توجعش دماغك افرضها واحد متر افرضها واحد متر طيب دلوقتي لما افرضها واحد متر ايه اللي هيحصل ادي القاعده بتاعتي اما اجي اطرح 50 سم او الرفرفه بتاعتي هتلاقي ان القاعده المسلحه بقت عامله كده يبقى أنا يا باشمهندس لو لقيت إن السمك العادية أكبر من 25 سنتي، روح افرض المسافة ده اهي، 50 سنتي زائد تيب لين كونكريت، فهتلاقي نفسك طرحت من أهو سي اللي هي برضو بتساوي تيب لين كونكريت في معظم الأحوال يعني بعد ما تحسبها من القانون، فبرضه هتلاقي من أهو، من أول وش العمود لحد بعد المسلحة أو آخر خط المسلحة ده هو، هتلاقي ده برضو بيفضل 50 سم تمام يا جماعه واصله دي هو انا مطرح الرفرفه ايه ايه حته عمود الجار دي لو فرضت ان انا لو انت فرضت ان انا هنا اهوت كنت واخدها 50 سم تمام <applause> ان 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 السين اهو 50 سم ماشي فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتلاقي ان العاديه اهي والمسلحه اهي والعمود جاي هنا كده اه اه تمام فده ايه اللي يخلينا احلها كده اصلا؟ يعني ايه اللي يخلينا اخلي المسلحه على وش العمود بالظبط؟ طب ما انا ازود الرفرفة الاول من هنا ازود دي شويه فساعتها اما اطرح الرفرفه يفضل عندي لسه في 50 سم ما بين وش المسلحه وبين العمود. نعم تمام. وصلت كده؟ تمام طيب تعالى بقى نسال نسال سؤال كده سريع خلينا برضو ايه نسال سؤال يعني ممكن برضو انت ما بتحتاجش حاجه زي دي قوي بس خلينا نفكر مع بعض هو انا يا باشمهندس لو انا عندي عمودي ان هو تحمله 100 وعمود ان هو حمله 80 ماشي لو وصلت ما بين العمودين فالطبيعي ان الار تقع هنا كده او خلينا قريب شويه من العمود دهوت هوت يبقى الار هنا حد ممكن يقول لي هو انا ازاي اجيب ابعاد القاعده بحيث ان انا اضمن ان سي جي الاحمال هو نفسه سي جي القاعده اعمله على المايل اللي هو المحو تمام يعني اجي من هوت من وش العمود ان انا اخد نص متر من هوت صح كده هستعمل كده واقول ان هو نص متر وتبقى الاكس بتاعتي ده اهي دي الاكس بتاعتي واخد زيها الناحيه الثانيه فتبقى القاعده بتاعتي عامل عامله ازاي عامله كده ده حل حلو قوي يبقى احنا عندنا ايه ده العمود المنظر بقى عن شكله يعني المفروض ان هو يبقى ايه افقي شويه كده يبقى انا عملت القاعده بتاعتي طب انا لو عايز اعملها مستطيله ممكن اعملها ازاي تعرف ممكن اعملها ازاي لو انا عايز اعملها مستطيله ده الخط الوصل اهو انا ممكن اجي من اهو ابعد من اهو نص متر والار هنا اهي طيب يبقى ده X1 وده X2 ودي X صح كده يبقى بيكولوم واحد X1 واحد زائد بيكولوم 2 في X2 بيساوي R مضروبة في X أقدر من هنا أجيب الـ X طيب ممكن اجي من اهو واخد خط افقي واقول ده هو واي واحد وده هو واي اتنين ومن هنا لهنا واي فيبقى بيه واحد واي واحد زائد بيه كلهم اتنين واي اتنين بيساوي ار في y هجيب الواي واحد يقول لي طب ما هي كده 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 وقع على الخط الوصل ما بين العمودين اه بس انت مش عايز تعملها بياني ممكن نعملها بالحسابات طب انا جبت الخط ده وجبت الخط ده وعند العمود ده اهو وعند العمود ده اهو صح كده انا جايب المسافه اكس اخد زي اكس الناحيه الثانيه يبقى دي اكس ودي اكس ومن هنا اقيس واي واي الناحيه الثانيه وقف في القاعده بتاعتي بدون اي تقريبات حاجة زي دي مش هتجيلك في الامتحان بس انا قلت لك حاجة ايه للعلم يعني حد يا جماعة عنده مشكلة في السكشن الفكرة بتاعت القاعدة المشتركة دايما كنت تلاقيها في الشيت غالبا دي موجودة في الشيت فعلشان إنك إنت تفرض المسألة دي، تفرضها زيادة من الأول، تمام؟